لاعب قيمة فنية كبيرة. وفقت إدارة أبا خالد البلطان عندما استقدمت لاعبا بهذا القيمة بهذه الجودة، لاعب يلعب في إشبيلية، كان يعني يجاري لعيبة أمثال ميسي وعظماء الدوري الإسباني، فجأة يعني انتقل للدور السعودي ووجده الناس يلعبوا في نادي الشباب، وقاد الشباب باقتدار، لاعب مهاري متمكن صانع لعب هداف، كل مواصفات اللاعب يعني متكامل، لاعب متكامل صنع ربيع الشباب. الشباب واثق الخطوة يمشي ملكا. يا نشوف دوما الشباب في ظل رأس خالد البلطان دائما يأتينا بالإبداع. نعم. وهم ديل المحترفين اللي بيحدث الفارق. بالضبط كده. ما زي نسنداي. بالضبط كده. نعم. فكونك تجيب محترف بالقيمة دي بالتأكيد بدي دافع للاعبين اللي عندك. مظبوط. عشان يطوروا من مستواهم. والشباب بدت يعني فايته من النجم ده تسخر. نعم. دي واحد. اثنين الكوتش فصل ما فيه الكفايه في عن في الدوري السعودي. نعم. كويس. لكن ده دوري متغلب الاطوار، كل المفاجات وارده. نعم. في يوم من الايام قاعدين في نفس الاستوديو في الحلقه دي. نعم. كنا بنتكلم عن تقاسم الاهلي والهلال لصداره الصداره. نعم. شوف اليوم الاهلي وين في المركز السابع. نعم. تراجع كثيرا. وفي اخر مباراه هزم امام الرايد. وهزم امام الرايد. نعم. ومستواه بدا يتراجع، يعني لحد الجوله يمكن 15 او 16 كان الناس مرشح الاهلي انه بطل. خلص الدور الاول في المركز الثاني، فريق نقطه عن الهلال، نقطه من الهلال، وكان كل ما الهلال يتعثر هو يتعثر يعني حتى علقنا انه ما داير يمشي لقدام عشان بالضبط. دلوقتي المباراه الجايه هي المفصليه بين الشباب والهلال. كويس. برضه ما مضمونه، يعني ما مضمونه لا للهلال لا للشباب. والشباب اللي الايام دي سموا فاير بالضبط، تيمه ماشي ما شاء الله تمام التمام جميل جدا.